السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم جايب لكم هذا الفيديو من سلسلة هاشتاج قصص كولي. بس قبل ما نبدأ قصتنا اليوم، إذا أنت أول مرة تشوف قناتي لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب موجود تحت الفيديو، ولا تنسى تشوف السلسلات الثانية. يلا نبدأ. قصتنا اليوم للفنانة الراحلة ذكرى. طبعا ما في احد مننا ما يعرف فنانة ذكرى الا القليل اتوقع، لان اغانيها لها صدى واسع واغلبنا يسمعها ويعرفها. بس قبل ما نبدا قصتنا اليوم، خلونا نسمع بعض الاغاني اللي انشهرت حق الفنانة ذكرى، وبعدها نبدا قصتنا. ذكرى فنانة تونسية الأصل، وبدت مشوارها الغنائي سنة 1980، ومن هذيك السنة استمرت نجاحاتها وأغانيها تنتشر بكل مكان، إلى أن وصلت سنة 2003 وبدت الفاجعة. ليش؟ شنو صار ب 2003؟ في سنة 2003 28 نوفمبر كان يوم الجمعة تحديدا، الوقت كان الفجر. توفت الفنانة ذكرى في شقتها عن عمر يناهز 42 سنة، مقتولة في شقتها اللي كان رقمها 112 في حي الزمالك بمصر. شنو صار بهذاك اليوم؟ طبعا بهذاك اليوم لما دخلوا الشرطة الشقة لقوا أربع جثث، جثتين للحريم وجثتين لرجال، والجثث كانت حق ذكرى وزوجها ومدير أعماله وزوجته، وكان في شهود على الحادثة اللي صارت اللي هم خادمتين كانوا يشتغلون عند ذكرى. هالخادمتين هذول قالوا إن بهذاك اليوم تحديدا الفجر الساعة 5 كانت راجعة ذكرى وزوجها ومدير أعمالها وزوجته من سهرة، وزوج ذكرى كان سكران، واشتد الكلام بين ذكرى وزوجها، فراح زوجها حق الخادمتين قال قفلوا على نفسكم الباب ولا حد يطلع فيكم، وكان سكران. فالخادمتين سووا هذا الشيء وقفلوا على نفسهم وما يدروا شو قاعد يصير برا. قالوا الخادمتين إن لما صارت الساعة 6 صباحا طلع أيمن زوج الفنانة ذكرى من الغرفة وكان معاه 3 رشاشات، وبهذا الوقت زوجته ذكرى ومدير أعمالها قاعدين يحاولون يهدئونه لأن كان معصب واحتمال يذبحهم. فمع المحاولة ما قدروا يهدئونه، وبالذات إنه كان هو سكران فما يقدر يهدأ، وأطلق عليهم 81 طلقة بمدة زمنية لا تقل عن ربع ساعة. تخيلوا، أول مكان كان مصوب عليه زوج ذكرى كان على ذكرى، وكانت ذكرى ماسكة وسادة تحاول إنها تصد الطلقات، بس أكيد ما راح تقدر تصدهم لأن هذه طلقات مو أي شيء، فرمى عليها الطلقات لين طاحت ميتة. فلما خلص منها أيمن زوجها لف على مدير أعمالها وزوجته ورماهم لين ماتوا. وبهذا الوقت عندنا 3 ضحايا ميتين قدامنا، ذكرى ومدير أعمالها وزوجة مدير أعمالها. فبهذا الوقت أيمن زوج ذكرى وين راح يروح من عقاب القانون؟ هذا غير عقاب ربه، فاضطر إنه ينتحر، فحط المسدس بحلجة ورمى، وبهذا الوقت مات. صاروا عندنا 4 جثث، والخادمتين هم اللي شهدوا الجريمة، شافوا كل شيء قدامهم. لما فحصوا جثة ذكرى لقوا فيها 26 طلقة رصاص، ومدير أعمالها 18 طلقة، وزوجة مدير أعمالها 22 طلقة. هذا غير الطلقات اللي ما تصوبوا فيها. الحين خلونا نرجع حق ماضي ذكرى. انولدت ذكرى في منطقة بتونس اسمها وادي الليل، وكانت طفلة صغيرة تحلم بالشهرة وانها تكون شخصية مهمة، وعمرها ما كانت تتوقع ان وفاتها راح تكون على ايد زوجها قتلا. كانت اصغر اشقائها 8، وكانت معروفة بحنانها وحبها الشديد حق والدها، وبدت القناء وهي كانت بالمدرسة، وحصلت على جائزة نادي المواهب، وبعدها التحقت بالفرقة الوطنية للموسيقى، وكان والدها حيل يشجعها على موهبتها اللي هي الغناء، بعكس امها اللي كانت موت قبل هذا الشيء. وكانت ذكرى عندها القدرة بأنها تغني جميع الأغاني حتى لو كانت صعبة أو لهجتها صعبة، وبدت شهرتها في بداية التسعينات، وبدأوا الناس يحبون صوتها ويسمعون أغانيها بشكل كبير، وخاصة بعد ما اشتركت بأوبريت الحلم العربي اللي أعطاها نجاح كبير. نتمنى الحلم يكون ونغير أي سكون، ما كثير الحق بيسطع ويقول عليه جنون. الحين خلونا نرجع لقضيتها. طبعا مثل ما قلنا، ذكرى كونت قاعدة جماهيرية كبيرة، كان لها فانز كبير، وهالفانز اصروا ان يطلعون جثتها بعد 9 سنين من دفانها علشان يسووا لها تشريح ويعرفون شنو سبب قتلها، لان ما كانوا مصدقين ان ايمن زوجها هو اللي قاتلها حسب اقوال الخادمتين اللي قالوا ان ايمن هو اللي قتلهم، وكان بهذا الوقت سكران، مع ان الاطباء الشرعيين لما حللوا جثه ايمن لقوا انه ما كان سكران. وفوق هذا الطبيب الشرعي قال ان ايمن يعاني من قرحه في المعده وعمره ما شرب خمر، فشلون كان بهذيك الليله سكران اذا هو اساسا يعاني من قرحه في المعده مزمنه؟ ولهذا السبب راحت الشكوك حق جهه ثانيه كانت مسؤولة عن قتلها، أو بالأصح قتلهم، ويقولون إن ذكرى سوت أغنية وانتشرت بشكل بسيط، وبهذه الأغنية كانت تسب رؤساء الدول العربية، وكانت تتهمهم بالخيانة، وهالشيء هو اللي عرض حياتها حق الخطر، واحتمال يكون سبب موتها. وفي البعض يقول إن سبب تصريحاتها اللي كانت تقولها في المهرجانات العربية، كانت تقول أنا أواجه عقبات كعقبات الأنبياء، وهالشيء سبب موجة قاضبة بالناس، يعني قاعد يقولون شلون أنت قاعد تحطين نفسك
مكان الانبياء، فيقول ان في شيخ دين طلع وطالب بهدر دمها انها لازم تقتل لانها تجاوزت الحدود، وهم بعد اتهمت بالكفر، وحاولت اكثر من مره ان تهدي الموضوع بس ما قاعد يهدى الموضوع لان اللي قالته كلام كبير. بيني وبينك اديني انا اتحطيت في مأزق. اخر عايز تمشي في الشارع تكلمي تقولي ما حصلش ما حصلش. نفسي ده حد وما تكفرونيش. يعني اكبر من كده حاجه صعبه جدا. طبعا اكبر من كده يهدر دمي ماشي بس ما تكفرنيش. انا لا ما يكفرنيش الا اللي خلقني. ملوش اي حد الحق انه يكفرني. ودي مسألة تانية بقى، شقة تاني خالص من الموضوع. ننصحكم حجوا للبابا والفاتيكان، اسهل من مكة والكعبة واكثر امان. بعد ان برأها مفتي مصر وقال انها ما كانت تقصد اللي فهموه الناس، لكن بعض الاعلاميين كان يصر ان سبب وفاتها سياسي بحت وليس الزلة البسيطة الدينية هذه اللي قالتها ان تكون سبب وفاتها. ولما نقول سياسي نقصد القنية اللي سبت فيها بعض الرؤساء العرب واتهمتهم بالخيانة. رعينا حاكم مش حاكم، حامي اسطول، واهم مش فاهم، الاسطول بيحمل بترول. لكن لازم يكون في دور حق الجيران اللي كانوا معاهم بنفس العمارة. كانوا يقولون الجيران ان كانت هي وزوجها دائما يتهاوشون بسبب خيانة، كانوا يسمعون لان صوتهم كان عالي، فيقولون كنا نسمع سالفة خيانة ان هي قاعد تخون زوجها مع حبيبها القطري، فيقولون ممكن انه هو قتلها لان فعلا كان يشوفها انها تخونه فاضطر انه يقتلها. لكن المعجبين رفضوا هذا الدليل رفضا تاما، لان يقولون انها ماتت بعد رجوعها من قطر باربعة ايام، فشلون الزوج القيور هذا تحمل انه يقعد اربعة ايام عشان يقتلها دام انه يغار عليها. وفي البعض يقول في تورط سياسي مصري، لان بعد تشريح الجثة مات ايمن اكتشفوا انه في ثلاث طلقات، فمعناته الرجال مو منتحر. اما خبر وفاة الذكرى فهذا كان شيء الناس كلها كانت تتكلم فيه، وكان كل شخص يبي ياخذ المجال انه يتكلم فيه، وفي بعضهم كان يالف انه كانت هي تمارس اشياء غير اخلاقيه مع ناس، وعلى الرغم من انها كانت متزوجه فهذا كان كله كذب. الناس قاموا يحطون كلام يحطون سوالف بس علشان يجذبون الانتباه ويكسبون اموال على ظهر هذه المسكينه اللي توفت مقتوله، لانهم باختصار ما يعرفون الحقيقه، ما يعرفون شنو السبب اللي ماتت فيه، ما يعرفون اذا هو كان سبب ديني ولا سبب سياسي ولا سبب اجتماعي مع زوجها. بس يتمون في ناس يقولون احنا شاهدين على ان علاقتها مع زوجها كانت فيها طق وفيها ضرب وفيها يعني نوع من انواع الاعتداء. طبعا هذا حسب كلام جيرانها اللي كانوا يسمعون 24 ساعه هواش، وحسب كلام في ناس كانوا موجودين بشرم الشيخ وشافوه هو كان يطقها وكان يطلب منها انها اتركي المجال الفني. اما الشاهد الاساسي حق القضيه هذه كلها الخادمتين، يقولون كنا قاعدين بالغرفه وخايفين قاعد نسمع صراخ بين ذكرى وزوجها ومدير اعمالها، والصراخ كان حيل عالي. تقول فجاه سمعنا اطلاق نار، بعدين فجاه ما سمعنا ولا صوت والجو صار كله هادي، ففتحنا الباب شوي شوي لقينا الغرفه كلها دم والجثه الاربعه طايحه بالارض. لا. فلما قوم بيتناقشوا مع بعض بيقول لها يا ذكرى مش هتعملي زي ما قلت لك؟ قالت له هعمل ايه؟ قالت له تعتذر. قال لها لا مش، قالت له لا مش هعتذر، الشغل بتاعي مش هسيبه. قال لها عشان انت بتخونوني هنا، بتخونيني بقى في الحته المكان اللي انت بتصوري فيه. قالت له اللي شفتني بخونك معاه، يعني اللي شايفني اللي انا بخونه فيه معاه، هاتهولي وجهولي. مين ده؟ انا انضف من نظافه، انا استاهل كده اللي انا خدتك، انت ما تعرفنيش كويس، انت لو تعرفني ما كنتش خدتني من اصل. قال لها كده يعني ما دام بقى عمرو خوني راحت قايله لا لا يا ايمن ما اسمحلكش بكده، لو جوزي ما اسمحلوش باي كده خالص اللي هو يقول لي الكلام ده. وادام ذكرى طبعا انفعلت، يعني قالت له انا مش هسيب انت، انا عايزك تطلقني. قال لها وانا مش مطلق. قالت له مش هتطلقني؟ طب خلاص ماشي. دخلنا احنا بقى اوضتنا، طرد مدام كوثر. فلما دخلنا سمعنا صوت ضرب النار كتير، يعني انا كنت نفسي بجد يعني حد فيهم يتكلم، يعني قبل ضرب النار كنا هننفع، يعني كنت هلحق اعمل حاجه او انده لحد او كده، لكن انا ما قدرتش اعمل حاجه بصراحه. بعد ما ضرب النار سكت فاحنا رحنا ايه خارجين، لقينا الاستاذ ايمن مرمي على الارض ومدام ذكرى مضروبه وقاعده بالسجاره زي ما هي، يعني ما لحقناش حتى نشوفها هو في ايه وكده. لكن الحين نوصل لاساس القصه، هذا كل الكلام اللي قلته بس عشان اعلمكم شنو اللي صار بالشقه ومنو اللي ماتت اللي هي الفنانة ذكرى. الحين نبدأ شنو اللي قاعد يصير بعد وفاة ذكرى بهذه الشقة. لما أقول لكم أربع جثث ميتين بشقة واحدة والبعض منهم أو الكل ممكن يكون مظلوم، فهل تتوقعون أن المكان ما راح يصير مهجور؟ وبالذات أن المكان ما تغسل، يعني تمت دماءهم موجودة بهذا المكان. سكان العمارة اللي كانوا جيران حق ذكرى يقولون إحنا دائما نسمع صوت صراخ وهواش
بين ذكرى وزوجها، دائما نسمعه بعد ما توفوا، مع ان الشقه مسكره ما فيها احد. وبعد 20 شهر من وقوع الجريمه طلب محمد اخو ايمن زوج ذكرى من الشرطه انهم يفتحون الشقه ويشوفون شنو سبب الصوت هذا، بعد ما قال حارس العماره ان في اشياء غريبه قاعد تصير بالشقه، وبعد في امور ثانيه قاعد تصير راح نتكلم عنها بعد شوي. وبعد ما سمح لهم وكيل النيابه العام انهم يفتحون شقه ذكرى، نصحوهم الجيران بانهم يحطون قران داخل، لان يقولون الاشياء اللي قاعد تصير داخل القريبه، ويقولون اكيد الشقه مسكونه، مستحيل ما تكون مسكونه. ضابط المباحث وهو يصعد حق الشقه قاعد يسمع حق سكان العماره بعض الاشياء اللي قاعد تصير معاهم غريبه. فالبعض منهم قال حق الضابط شيء غريب، قال انه يوميا الساعه 6 صباحا اللي هو هذا الوقت اللي صار فيه الجريمه، يقول الاسانسير يصعد من نفسه حق شقه ذكرى، مع ان العماره اللي هم فيها كل طابق فيه شقه، فكانت شقه ذكرى بالطابق الثاني، فكان دائما الساعه 6 صباحا يصعد الاسانسير من نفسه حق شقه ذكرى، مع ان الشقه فاضيه ما فيها احد، فمنو كان اللي يطق على الاسانسير عشان يصعدها؟ شيء غريب. وحارس العماره يقول كنا نسمع بين فتره وفتره كان صوت قطاوي تهاوشون او شيء كذي، يقولون كنا نسمعها بشقه ذكرى مع ان الشقه فاضيه ما فيها احد، بس كنا نسمعها هناك. فالصوت كان اشبه بصوت القطط، مو كانوا صوت قطط، كانوا اشبه بصوت القطط وهم يتهاوشون. فيقولون كنا نسمعها بين 5 إلى 10 دقائق بعدين تختفي الصوت. وفي حارس ثاني يقول كنت قاعد انا واحد من الحراس قاعدين بغرفتنا، يقول فجاه سمعنا صوت كان انسان طاح من عماره او شيء كذي، يقول الصوت كان قوي. فيقول احنا خفنا ان في احد من سكان العماره ممكن نقز انتحر او شيء كذي، او ان في شخص يحاول انه يسرق العماره. فيقول بسرعه طلعنا حق الشارع العام وقاعدين نطالع الشغل، يقول لقينا شباك غرفه ذكرى مفتوح من نفسه، مع ان بعد حادثه قتلها سكروه بالشمع الاحمر، يعني مستحيل ينفتح، فمن اللي يفتحه؟ يقول فجاه قاعد تطاير علينا حجاره من هذا المكان اللي هي الغرفه. يقول بهذا الوقت صدق حسينا بمعنى الرعب. اما عن بعض الجيران اللي كانوا ساكنين فوق شقتها، يقولون لما احنا ننزل من الدرج يقولون نشوف شقتها مفتوحه شوي وظلمه، يقول احنا نحس بشعور غير مريح بسرعه ننحاش، ما نستحمل نشوف الشقه بهذا الشكل. على العموم كل سكان العماره يعرفون ان الشقه 112 شقه مهجوره مسكونه ويخافون منها. في ملاحظه يقولون ان استدعوا شيوخ دين علشان يطلعون الارواح من هذه الشقه المسكونه. شيوخ الدين اول ما دخل المكان هذا يقولون هذا المكان مسكون، وحسوا يعني بهذا الشيء، ولما قاعدوا يقرون قرآن حسوا بأشياء غريبة قاعد تصير، فخلاص عرفوا ان هذا المكان مسكون. اما الضابط يقول ان اول ما دخلت شقة ذكرى الشقة ما تنظفت كلش، والدماء بكل مكان، بالطوفة، بالارض، بكل مكان، حتى ريحة الدم نشمها. الغرفة ما تنظفت لمدة سنتين، تخيل، وما تبونها مسكونة بعد. يقول الضابط لما دخلت الشقة هذه تذكرت ان قبل 20 شهر لما دخلت الشقة وشفت جثة ذكرى وزوجها ومدير اعمالها وزوجته، شفت كل شيء. يقول قاعد تذكر هذا كله انه مر عليه سنتين. يقول قاعد تحس بشعور غريب ان المكان هذا اللي كانوا ميتين فيه ما تغسل ولا تنظف، فمستحيل يكون مكان مو مسكون، يعني شيء غريب. يقول تجاهلت شعوري هذا كله وخليت كل تركيزي على الشيء المهم اللي انا جايله، اللي هي الاشياء الثمينه اللي موجوده بالشقه، لان اول ما صارت الجريمه شالوا الجثث وسكروا الشقه بالشمع الاحمر اللي مستحيل ينفتح الا بقرار من وكيل النيابه العامه. يقول طبعا بعد ما عرفنا ان النافذه كانت مفتوحه فخوفنا ان في احد نقز سرق اغراض ثمينه موجوده بغرفه القتيله. يقول رحت انا ومحمد اللي هو كان اخو ايمن زوج ذكرى، يقول رحنا لغرفه النوم لقينا كل اشياء ثمينه موجوده ما انسرقت، فلو كان حرامي كان سرق الاغراض الثمينه. ويقول فوق هذا اللي صدمنا اكثر ان الشباك كان مفتوح من داخل مو من برا وما كان مكسور، فهذا معناته ان الشقه مسكونه. كان يقول للضابط ان كل الامور اللي سمعناها عن هذه الشقه كانت امور صحيحه وما كان فيها كذب، واكتشفنا صدق ان هذه الشقه مسكونه اللي هي شقه 112 وسجلوها انها من اشهر الاماكن المسكونه في مصر. فوبس ولهني وصلنا لنهايه هذا الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك، واذا اول مره تشوف قناتي لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب موجود تحت الفيديو، واذا عجبك الفيديو حاب تنشره فهذه اسهل طريقه لنشر الفيديو، هذا اكبر دعم لي. انشر هذا الفيديو بكل مكان تعرفه، هذا دعم لي واتشرف بهذا الدعم. اي ولا تنسى تضيفني بحساباتي بالسوشيال ميديا، روابطها كلها تحت بالديسكربشن، ويعطيكم الف عافيه واللي جاي احسن.